صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، وصباحكم مبروك ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر اللي كنتمناو. حنا الان الطريق الساحليه مدينه الدار البيضاء، كيف ما كتشوفوا طقس بارد شيئا ما. الطريق الساحليه هي الطريق ديال المعامل والشركات، حيث انا كيجيو الناس تقوم بمدتهم، فنتمنى لهم ان شاء الله يا ربي يسر لكل واحد سلامة. إذن كيف ما كتشوفوا أجواء الصباح، كاين شوية البرد لكن ما تلبسوش الحوايج بزاف باش ما تمرضوش، لأنه كتولي الشميشة من بعد. مشاهدينا حنا دابا في الطريق الساحلية ديال دار البحر، كيف ما كتشوفو أنا نخليكم تشوفو أجواء جد رائعة. نقرب شوية باش نشوفو الجو.
ترجمة